تعالوا نتعرف مع أبرار طوقان. يحظى الحلقوم بشهرة كبيرة على نطاق عالمي، إلا أنه انتشر في تركيا وصنع للمرة الأولى هناك قبل أن تعبر القارات، ومن بعدها انتشرت في بلاد الشام، وهي حلوى مكونة من النشا والهلام والسكر. فهل نعلم ما هي قصة ابتكار الحلقوم؟ تعالوا نتعرف. تعود قصة ابتكار وصفة الحلقوم التركية إلى أحد السلاطين الذي أمر بصناعة الحلوى بشرط أن تكون فريدة من نوعها لإرضاء زوجته. فعمل من في القصر على مزج العسل والدبس والنشا والمستكة حتى كان الحلقوم، ومن ذلك الوقت أصبح جزءاً من الحياة اليومية والمناسبات الدينية والاجتماعية عند العثمانيين. ويقال أن أول من صنع تلك الحلوى الشهيرة هو حاجي بكير، الذي افتتح متجراً خاصاً له في ضواحي إسطنبول بعد قدومه من قرية كاستامون الصغيرة في شرق الأناضول عام 1777 ميلادية. فما لبث إلا أن وصلت شهرته قصر السلطان، الذي منحه وسام شرف صانعي الحلوى وعينه الشيف الرئيسي المسؤول عن الحلويات في القصر. تعالوا نتعرف مع أبرار طوقان.